زون ميكست. رجعنا لكم من جديد في زون ميكست ومعانا بالتليفون اكيد الموضوع الساعة حاليا هيئة مكافحة الفساد ومثول مجموعة من المسؤولين السابقين الحاليين في النادي الافريقي قدام. موجود معانا المكلف بالاعلام في الهيئة وائل الونيفي. مرحبا سي وائل. مرحبا بك ومرحبا بكافة مستمعي اكسبريس اف ام. ظهر لي قلت لك قبل شوي كنت تسمع فينا، لو كان تحط لنا الامور اكثر في اطارها سي وائل. في البداية أنه تعرفوا الناس الكل أنه الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد منذ تقريبا أكثر من شهر تعهدت بجملة من الملفات المتعلقة بالنادي الإفريقي، والملفات هذه واردة، ونحب نركز ونحط سطرين تحت النقطة هذه، واردة من جماهير ومحبي ومنخرطي النادي الإفريقي. ما هيش الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد اللي تعهدت بالملفات طوعا، لأنها ما هيش نيابة عمومية باش نجم تتعهد بالملفات طوعا. جاتنا شكايات في عدد من الإخلالات الموجودة، طلب النادي الافريقي، تهم توزيع وبيع التذاكر، تهم عقود اللاعبين، تهم عديد المسائل الاخرى. فتولت الهيئه الوطنيه لمكافحه الفساد انه تستمع الى جمله من المسؤولين، طلب النادي الافريقي في هيئات متعاقبه على جمله هذه الاخلالات، لانها تعود الى سنوات ماضيه، ما تهمش السنه الحاليه فقط، فهي تهم سنوات ماضيه وسنوات عام ناول ولت عام ناول. دونك الملفات هذه تحرروا فيها المختصين داخل الهيئه الوطنيه لمكافحه الفساد كما قلت لك، وسمعوا جمله من المسؤولين، ومن ثم تمت المراسلات للجهات الاداريه المعنيه، من بينها الجامعه التونسيه لكره القدم، وزاره الشباب والرياضه، البنوك، معناها البنوك تتعامل معها النادي الافريقي، عدد من المتداخلين في مهام في الملفات نتاع النادي الافريقي. تعرفوا انه الهيئه الوطنيه لمكافحه الفساد، نحب نفسرها هذه الخيان بربي، راهي هيئه وطنيه مستقله، وراهي جزء وهي واحده من مؤسسات هذه الدوله التونسيه، وماهيش جهه قضائيه. القضاء فقط هو من يوجه الاتهامات والا يبرئ الناس. الهيئه الوطنيه لمكافحه الفساد تتقصى في الشبهات اللي تورد عليها، ثم اذا تيقنت انه فما هناك شبهه قويه في علاقه بانسان فانها تحيله على القضاء، والقضاء معناها هو سلطان نفسه كما يقولوا. دونك في الناحيه هذه الحاجه جوست نحب نحط عليها زاد سطرين باش الاخيان يفهمونا ويفهموا انه الهيئه كيف تشتغل على مواضيع من النوعيه هذه، ماهيش تشتغل بفاسون معناها اماتور، والا انه فقط من اجل معناها من اجل جوست التقصي والبحث فقط. جاتنا شكايات ناس شكات حول عدد من الاخلالات كما قلت لك، فتم البحث وتم التقصي وتم سماع كيف عدد من المسؤولين. دونك منذ يومين تمت احاله ملفات تهم النادي الافريقي بمواضيع مختلفه على الجهات القضائيه. احنا ما خرجنا حتى اسم في علاقه بالمحالين، لكن عددهم تسعه مسؤولين بين معنا في مختلف الهيئات اللي تداولوا على تسيير النادي الافريقي منذ تقريبا اربع سنوات. فهذا هو دونك هذه هي جمله التسعه مسؤولين. تسعه مسؤولين مدانين والا فيهم شهود؟ شوف الادانه، هاني قلت لك الادانه يوجهها القضاء التونسي، مش مبدل الكلمه. فيهم شبهات، فيهم متعلقه بهم تهم، كيفاش نحطوا هالكلمه؟ جستمو احنا كيف نحيلوا انسان على القضاء، فانا نحيل انسان بشبهه. دونك ذوي الشبهه، واللي احنا اشتبهنا فيهم انه ثم حاجات غير عاديه، والملفات امام القضاء اللي هي فيها الـ 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 الابحاث وفيها الشهود وفيها الاقوال. زاد نحب زاد نركز في نقطه انه الهيئه الوطنيه لمكافحه الفساد كما قلت في اول التدخل نتاعي اني راسلت الجهات الاداريه، وفما اللي مدنا بالوثائق وفما من امتنع عن مدنا بوثائق. نجم نعرف شكون امتنع مثلا؟ لا جستمون هذا ما نجمش انا ندخل في مضمون الملفات. القضاء هو اللي ينظر فيها، ومن ثم القضاء هو اللي تو يستدعى المظنون فيهم ويسمعهم. اذا ما شاف انهم معناها ما فيهمش شبهه، فانه اكيد باش ما عنده ما يصير حتى تتبع في العمليه هذه. لكن احنا وجداننا صلب الهيئه الوطنيه لمكافحه الفساد، معناها احصرنا شبهات في علاقه بعدد من المسؤولين والمتعاملين مع النادي الافريقي، مش مسؤولين فقط، فاهم؟ مش نبدا نزيد نركز في النقطه هذه. متعاملين ايش معناها؟ ايش معناها يعني المتعاملين الماليين؟ يعني نحكيو على شركات مثلا، نحكيو على شركات مزودين هكا نزل حاجه هكا مش مدربين، نحكيو متعاملين. ما قلتش مدربين، قلت لك قلت لك مزودين. مزودين جست تمام. على سبيل الذكر مزودين، ثم زاد من اللي هما وكلاء لاعبين في علاقه بعقود اللاعبين. دونك هذم كلهم حلناهم على القضاء،
تسعة مسؤولين والمتعاملين مع النادي الإفريقي. هذا هو حقيقة اللي نجم نقوله لك في علاقة بالملف هذا. لكني في النقطة هذه بربي نحب زيد نحب نقول حاجة في علاقة بالكلام اللي قاعد صاير تو على الريزو سوسيو فيما يهم النادي الإفريقي. أولا أنه رو الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تبحث في شبهة معناها في المجال الرياضي أو أي مجال آخر فإنها تتوخى نفس الإجراءات ونفس التدابير. واحد الحاجة الثانية أنه اليوم يقولوا أنه علاش النادي الإفريقي بالذات كما قلت من أول تدخل متاعي نحن منش نيابة عمومية جماهير النادي الإفريقي ومنخرطين وفما شكون وصدكم شكاوي معناها مسؤولين سابقين في النادي الإفريقي جاونا وتشكاوا وتظلموا ومعناها وبلغوا على عدد من الشبهات فتعاطينا معها. نحب نزيد نقطة ثالثة في علاقة بالمجال الرياضي. النادي الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ما تبحثش في ملف النادي الإفريقي فقط، فما ملفات أخرين زاد تبحث فيهم، وفما زاد حتى ملفات يهم وحتى معناها ملاعب كرة قدم وغيرها. دونك احنا المجال الرياضي ماهوش جديد علينا، قاعدين نبحثوا فيه، عندنا جمله من الملفات اللي قاعدين نخدموا عليها، فما اللي تحال على القضاء منهم ملفات النادي الافريقي، وفما اللي مازالوا في طور التقاضي. نجموا نعرفوا شنو الملفات؟ ملفات شنو؟ اللي قاعدين تخدموا عليهم مازالوا ما تحلوش على القضاء. لا ما باش تسمي الجمعيات يعني؟ مثلا لا هاني قلت لك مازلنا ما حصرناش الشبهه، ما نجمش نقول لك انا حلت ملف يتعلق بالجمعيه الفلانيه على القضاء. دونك مازال الموضوع تحت البحث والتقصي. هاني قلت لك في الحكايه هذه بجوز باش نديروا خيان فهمي انه راهو الهيئه الوطنيه لمكافحه الفساد كما قلت لك راهي هيئه معناها مسنود اليها قانونا البحث والتقصي في شبهات الفساد في القطاعين العام والخاص. التسعة اشخاص احلتوا ملفاتهم على القضاء سواء اي يحن هاني قلت لك الملف الكل حلناه والكل سمعتوهم ولا لا فما شكون سمعتوه فما شكون ليه؟ لا فما بعض المسؤولين اللي وجهنا لهم الدعوه وامتنعوا عن الحضور لدى الهيئه الوطنيه لمكافحه الفساد. كيف وجهنا لهم الدعوه للتصريح بالمكاسب نتاعهم والمصالح وامتنعوا عن التصريح بالمكاسب والمصالح، وهذا اللي خلى انه الهيئه تحيلهم بالامتناع عن التصريح رغم توجيه الهيئه ليهم لدعوتهم بدعوتهم للتصريح بالمكاسب والمصالح نتاعهم. ما كنتوش تنجموا تخرجوا بيان توضح باش تلعب باش هذه الحاجه اللي تشتشعل على مواقع التواصل الاجتماعي تدفى شويه، خاطر مثلا مروان حموديه كان معنا بالتليفون يقول لك انا اخويا ما وصلني حد شيء وما عرفتش علاش تجبد اسمي معناها. ما نعرفش انا علاش تجبد اسم مثلا مروان حموديه في علاقه بالحكايه هذه، فهمتني؟ ما نعرفش انا هاني قلت لك معناها مش باش نسمي حتى اسم من المسؤولين اللي تمت احالتهم، لكن في النقطه هذه باش نجاوبك عليها النقطه هذه. انه نكون في المجال الرياضي ما يعرفوش برشا الهيئه الوطنيه للمكافحه بيان سور على ذاك حبيناك توضح لنا انت. اما راهو احنا في المجالات الاخرى الكل، احنا حتى كنت عطاو بشبهات فساد في علاقه حتى بالسياسيين مثلا، عمرنا ما نخرج للميديا ولا اعلام ونقول رانا حلنا فلان ولا من الحزب الفلاني او المسؤول الفلاني. احنا نحيل الى القضاء من بعداش عن تقرير سنوي يصدر غاديكا وين نجموا نخرجوا الملفات اللي حلناها للقضاء في السنه هذيك. فهذه ما فهمتنيش برشا سواء خاطر فهم مسؤولين يقول لك انا ما عيطليش معناها انا فوق الشبهه معناها اللي صارت والكلام صار عليا برشا، ما تنجموش توضحوا انتم شكون العباد اللي مثلا اللي ماهمش معنيين على الاقل باش ما نقولوش المعنيين. اش معناها المعنيين ومش معنيين؟ معناها مروان حموديه مثلا اسمه ما واجهتلوش الدعوه معناها انتم. هو قال ما جاني حد شيء معناه. سامحني انا تو عندي بما يفيد لي انا وجهت الدعوه لمروان حموديه وما وجهتلوش الدعوه لمروان حموديه. فهمتني ايش قاعد نحكي معاك؟ معناها انا الملف هذايا فيه كان نخدموا فيه في كنف السريه. اليوم يعرف رواح من المسؤولين اللي توجهت لهم الدعوه وما امتثلوش الى الهيئه الوطنيه لمكافحه الفساد. اجو دي بيان يعرف رواح. معناها فهمت شنو معناها اللي تو معناها اللي ما يشوفش روحه انه هو عنده شبهه فانه ما يتقلقش. في الاخر بالكل ايش نقول لك حاجه؟ انه راه القضاء كيتعهد بملفات هو زاد باش يوجه دعوات دعاءات ويسمع المظنون فيهم، معناها راهو احنا حاولنا نحترم مبدا المواجهه ومبدا الدفاع وسمعنا عدد من المسؤولين، فمسؤولين اخرين امتنعوا باش يجيو للهيئه الوطنيه لمكافحه الفساد، وجهنا الملف الى القضاء، الجهات القضائيه تتولى كيف سماع المظنون فيهم وعلى ضوء السماعات اللي باش يعملهم القضاء، فهو اما يوجه الادانه او التبرئه. واضح. يعطيك الصحة سواء على حابب تسلمك على كل هذه التفاصيل. يعيشك شكرا. مرحبا بك. دونك كما كنت تسمع اكيد ملف مازال للمتابعة باش يمشي قدام القضاء من قبل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. هكا نوصلوا لاخر زون ميكس في حصتنا اليوم، نتقابلوا كالعادة. شكرا الأماني بن نصر في الإخراج، شكرا لآدم اللي أمن لكم لي فوتو لي فيديو، تلقاهم بعد شوية على الباج نتاعنا إكسبريس اف ام سبور كما تلقاوه، كذلك على اليوتيوب. نتقابلوا الجمعة الجاية في نفس الموعد نفس التوقيت من 3 حتى للخمسة متاع العشية إكسبريس اف ام.